السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو سوف نعرض عليكم ماذا فعلت الكاف للحكم الجزائري غربال في كأس أمم إفريقيا بكوديفوار. لكن قبل أن نبدأ في تفاصيل الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس يصلكم كل جديد. إذن عين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ثلاثي تحكيم جزائري لإدارة مباراة الدور الربع النهائي من كأس أمم إفريقيا 2023 الجارية بكوديفوار، وسيدير الحكم مصطفى غربال لقاء الربع النهائي الذي سيجمع منتخب الكونغو الديمقراطية بمنتخب غينيا. وسيدير الحكم غربال هذه المواجهة بمساعدة مواطنيه مقران قراري كمساعد أول وأكرم زرهوني كمساعد حكم ثاني. ومن المقرر أن تجرى مباراة الدور الربع النهائي من كاني كوديفوار بين الكونغو الديمقراطية وغينيا يوم غد الجمعة انطلاقا من 9 ليلا بملعب الحسن وطارة. وأنتم مشاهدين شاركونا بتعليقاتكم أسفل الفيديو، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.